أبو سمبر إركوني يعني بلدي. لما جينا في القرية دي في 64 واكتمل الهجرة، كان بيجي فريق من اسكندرية، فريق من القاهرة، من الجمعيات، مع فريق القرية. المشير كان حريف، وفي حتة كده كورة شات وش رجلي وانا قروي بنيت عم برجلي حاف. طبعا فوتبول كورة كانت قوية جدا، وعايز امسك الكورة راح مديني خبطة الكورة هنا في صدري، قطع نفسي. اول واحد جه شالني هو المشير. في يوم من أيام خريف عام 1935، تحديداً في 31 من أكتوبر، ولد طفل حياته لا تختلف كثيراً عن فصل مولده، تقلبات وتغيرات شهدها منذ ولادته وحتى رحيله. إنه محمد حسين طنطاوي. عاش وتربى بين جدران ذلك البيت المتواضع، وكان شارع سامي متسعاً لأحلام الشاب النوبي الذي عرفه طفلا مهاريا في كرة القدم، ضابطا خلوقا ملتزما، إلى أن أصبح وزيرا للدفاع. كان دايما الوصال موجود لوالدته، فمرتبط بالحتة، وكانت أي مناسبات اللي كان يعني اللي خلى المشير مرتبط هنا، مفيش مناسبة ساعة وفاة أو مناسبة أفراح أو لأي حد من الحي هنا إلا ما بيحضر شخصيا. كان كثير الحركة، لأن هو كان مش عاوز يبقى معزول بوزير دفاع عن الناس او معارفه او اهله او المجتمع عموما. فانت تفاجئ ان هو نازل يتمشى بالليل او بالنهار لو كان في اجازه. طب هو المكتب، ما هو مش هقول لك نازل يتمشى بالليل، وهو بيلغي المكتب في الحته دي، ياخد بعضه ويخرج من الاستراحه، ركب عربيته ويسوق، هو يسوق اللي هو يسري ما هو مدير مكتبه معه. ما بين الطيبه والحزم عاش المشير طنطاوي بقلبين، أحدهما مهموم بالوطن وقضاياه، والآخر لم يهمل أدق تفاصيل حياته الاجتماعية وشغفه وهواياته. كان يعشق الكورة يعني، وتقريبا ما يعني مش عايز أقول لك يعني زملكاوي، هو أصلا زملكاوي ويشجع الزمالك بس مش بعصبية. كان كل يوم أربع يخلص مجلس الوزراء كلنا نسبقه على الاتحاد الرياضي، وفي الصالة المغطاة نقعد نلعب 3 ساعات 4 ساعات كورة تطلع فيها كل همك بتاع الأسبوع. هنا القاهرة نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة. الكتيبة 16 كانت من أوائل الكتائب اللي عبرت قناة السويس، بل هي عبرتها في توقيت قبل العبور لدفع عناصر اقتناص الدبابات. مسار لحياة مختلفة تماما عاشها الفتى الجنوبي، حتى تصدرت إنجازاته عناوين الصحف المحلية والعالمية. فقبل 48 عاما من الآن، شهدت رمال صحراء سيناء معركة وصفت بالمعجزة. مئات الدبابات وجها لوجه بفاصل يقل عن كيلومتر واحد، في ظلام دامس لم يضئه إلا وهج القذائف وحماس رجال الكتيبة 16 وقائدها المقدم محمد حسين طنطاوي. حينذاك اديت أوامر لقادة الوحدات الفرعية، قادة السرايا، إن كل الأسلحة بتاعة الكتيبة والمدفعية والهون وجهتها في اتجاه صغرة، وقلت مفيش أي واحد يفتح النيران إلا بطلقة إشارة حمراء مني أنا شخصياً. العدو وقع وأصيب وقتل على الخنادق بتاعتنا،
وقع في الحد الأمامي بتاعنا كتيبة المظلات كاملة، ودول زي ما حضرتك تعلم أن دول أفضل جنود عند إسرائيل، القوات الخاصة بتاعتها. وصف موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي لهذه الحرب في مذكراته: خاضت فرقة أدان معركة في المزرعة الصينية، وكانت الوحدات المصرية صامدة تماما، وقواتنا كانت غير قادرة على زحزحة المصريين أو طردهم. اعتراف من العدو بصعوبة القتال قدام الكتيبة 16، وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في هذا القطاع، نجحنا إحنا في أن إحنا نثبت ذاتنا ونؤكد قدرتنا. فخر مصر كان في مواجهة الكتيبة 16 واللواء 16 بالكامل. القائد الذي قاتل عدونا بضراوة إلى أن نصب دائرة الموت حول قاداتهم العسكريين الذين تولوا فيما بعد أرفع المناصب السياسية، وبعد تعيينه وزيرا للدفاع ظنوا أن ميادين السياسة تختلف عن ميادين الحرب، لكنهم أساءوا تقدير شخصية الحازم. بنيت عبقرية العقلية القتالية للمشير طنطاوي على تفوقه في دراسة العلوم العسكرية، حتى أنه عين مدرسا بالكلية الحربية، وعقب اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954 لم يجد قادته أفضل منه للسفر إلى الجزائر من أجل تأسيس الكلية الحربية في شرشال، لتلمع شخصيته القيادية في الأوساط العسكرية وتبدأ رحلة تدرجه في المناصب المهمة. بعد ما رجع مصر بسنتين ثلاثة وفي عهد الرئيس السادات، كان حصل مشكلة صغيرة بين مصر وبين الجزائر، والرئيس السادات محبش يخش فيها من ناحية الدبلوماسية، فحد شار عليه وقال له أن دلوقتي الحزب الحاكم هناك كلهم كانوا من المجاهدين، واللي درس لهم الرائد أو المقدم حسين طنطاوي، فطلع بطيارة خاصة وراح الجزائر وقعد معهم يومين، حل المشكلة ورجع تاني. نجاحات متتالية وترق متصاعد للرتب العسكرية استحقها الرجل بجدارة، فمن قائد لواء المشاة لرئيس أركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائد للجيش الثاني الميداني، حتى وصل قائدا للحرس الجمهوري، ثم وزيرا للدفاع عام 1991. مفهوم الأعداء في الداخل، العدو في الداخل اللي بيعمل لمصلحته دون النظر لمصلحة مصر، ده عدو وده خاين. حياته تمام كالخريف الذي لا يهدأ ويفاجئنا، تهب رياحه في صورة ملايين المتظاهرين يهدرون في الشوارع يطالبون برحيل الرئيس الأسبق مبارك، فيجد الرجل نفسه في سدة الحكم. هو كان قاري مشروع شرق أوسط الكبير اللي هو التآمر على المنطقة العربية كلها، أحدث مشروع استعماري، وإحنا عارفين المشروع ده من زمان. يبقى إذا هدم الدولة من داخل هيجي إزاي؟ يعمل شقاق في المجتمع زي ما حصل في العراق سنة 2003 بين الشيعة والسنة، يبقى هيعمل المشكلة ده عندي، يبقى أنا عيني على عناصر الأمة اللي ممكن تعمل فيها إيه انشقاق، يبقى أنا لازم أكون موجود. قليل قوي اللي كانوا عارفين الحقائق، إحنا كناش عارفين حاجة. اتضح في الآخر وبالراحة إنها صبره مع حكمته مع معرفته بطبيعة الشعب المصري ورهانه الصح على الشعب المصري، إن الشعب ده هيعرف الحقيقة في فترة قليلة أوي. مضت الأيام وبقينا نلاقي تصعيد وشعارات وناس تطلع وتقول يسقط حكم العسكر. فقابلته في مرة قلت له يا فندم يعني اسمح لي أنا هجيب ناس تمسح الشعارات اللي موجودة دي، وحياتك بتعمل لك مشانق في ميدان التحرير وهذا لا يصح. قال لي يا مصطفى سيبهم ينفسوا غيظهم فيه أنا بدل ما ينفسوه في البلد. واحنا بنتكلم قال لي بص يا سمير احنا عايزين ندخل التاريخ، نريد للمجلس العسكري ان يسلم القيادة لحكومة ورئاسة منتخبة عشان يتقال في التاريخ ان احنا اللي سلمنا الراية لإدارة مدنية تدير البلد، وده اللي حصل. ان القوات المسلحة لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار،
وإنها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فوراً والعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك. سيادة المشير حسين الطلقاوي، الرجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. تحمل ما تنوء عن حمله الجبال بتلك الكلمات. وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي دور المشير طنطاوي في الحفاظ على الوطن. كنا بنشوف العلاقة جاية من ناس اشتغلت لإنقاذ بلد ونجحت في 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 إنها أنقذت البلد، وبالتالي هي كانت علاقة مميزة، لأن الاتنين إذا كان السيد رئيس أو الله يرحمه المشير في حاجات مشتركة غير المؤسسة العسكرية وكده، طهارة اليد احنا ما سمعناش حاجة حتى في أيام مبارك. أوجد حب وود في العمل، أوجد العلاقة الطيبة اللي بينهم وبين بعض، لأن العمل أصلا بيبقى فيه شيء من الصلابة في التعامل، عشان في الجيش بالذات لما تكون بتأدي عملك كويس والقائد راضي عنك بيتوجد الود، فبتوجد الحب بين الناس وبعض. تولى البلد 20 شهر في أخطر لحظات الأمة المصرية، وقدر يعبر فيها ببر الأمان، عشان كده أنا واثق إن التاريخ ما بينساش. بقول أنتوا الحماة الحقيقيين وحماة بأمر الله، بأمر الله الأول وبأمر بلدكو وبأمر مصر. عاش حارسا لمصر ووهب حياته لها، لا تغفل عيناه برهة عن أمن واستقرار البلاد. رحل الحارس الأمين تاركا سيرة تنحني لها الأجيال.